إلى خالد حبش وهو رحالة سعودي في أمريكا. حمل العلم السعودي والعلم الأمريكي معاه وقرر أنه يأخذ جولة حول كل الولايات الأمريكية على متن دبابة اللي يطلق عليه البحر الأحمر. السلام عليكم، صباح الخير، هنا ألاسكا. اسمي خالد محمد سعيد حبش، هذا موتر سايكلي أو دبابي اسمه البحر الأحمر أو الريدسي. أحمل معايا دائما العلم السعودي والعلم الأمريكي. سافرت إلى كل الولايات الأمريكية على متن الموتر سايكل. بوصولي لأعلام ولاية ألاسكا أكون أنهيت كل الولايات الأمريكية بالترحال على متن الموتر سايكل. بدأت الترحال في سنة 2012، ذهبت فيها من شيكاغو إلى العاصمة واشنطن دي سي لحضور حفل تخرجي من برنامج الماجستير في القيادة. وسافرت إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب، جبت كل أمريكا وذهبت إلى كل الولايات. جميل صراحة، يعني حلو التحدي اللي سواه نفسه انه يشوف كل الولايات على متن دباب، والأحلى انه كان حامل علم السعودية معاه في كل مكان.